الفساد اليوم كثر على خاطر كثرة الرداءة في تونس، الفساد كثر في تونس على خاطر كثرة السخافة وكثرة معناتها الاستسلام للرداءة وكثر الاستسلام للتفاهة. هذا يزمو يتقال. الفنان والفنانين يتحملوا المسؤولية هذه معناها. لا مش وحدهم. ما شكون معاه؟ مش وحدهم. الباهي المتفرج لازم اللي هما فيه الإطار اللي هما فيه لازمنا نتعديهم. المتفرج خذا وقته المتفرج لازمنا نتعديه. الإعلام لازم يتغير. لازم يتغير. يمشي في اتجاه تنمية العقول. مو سي با لو كا، وان شاء الله كلمتي تتعدى في الحصه. يتعدى ان شاء الله كلمتي. الاعلام ماهوش قاعد يخدم معناتها في خط تنميه الذكاء وتنميه العقول، قاعد يمشي في خط معناتها ترك معناتها المتفرج يستسلم للرداءة والسخافه، وهذه خطيره وخطيره جدا. اليوم الانهيار اللي احنا فيه الاعلام هو مسؤول من جزء مسؤول منه، معناتها نحبه ولا نكره.